سبب تقدم حالة قلبه ما بيقدر يستحمل والعلاج ممكن يفشل. لو سمحتي هدي حالك، قدامك فترة صعبة كتير، لازم تكوني قوية، ابنك كتير بحاجة لتكوني جنبه هلا. هون ماشي، كيف نسيناهن نحنا؟ رح نزعج خالي بجيتنا لعنده. لك نسيتون، انا هلا رح فوت جيبون بدقيقه من دون ما يحسوا. ماشي، انت استناني هون. أمينة؟ ليك انت رجع نام، انا اجيت لأخذ الشنطاية والصدرية تبع نور لأنه نسيناهن، رح اطلع هلأ. ليش عم تشرحي لي كل هالقد اختي؟ هاد البيت بيتك انت، ليش نايم هون لحالك؟ شو صاير؟ اللي جود جيهان وينه؟ جيهان، ليش كل واحد فيكن نايم بغرفة؟ ها؟ ما حلكن، انتو لساتكن عرسان جدد، الرجال ومرته بيبقوا سوا، ما هيك؟ شو القصة؟ شو في جيهان؟ يعني انتو متخانقين؟ سألي أخوك بيقلك. يا الله، هاد الظرف نفسه اللي عطتك يا فتون خانو؟ اي نعم. يعني هي عطتك مصاري؟ شو دخلك؟ جود، ليش عطتك المصاري؟ بدي تشرح لي هلا. انا ما رح اشرح لك شي، وهالشي ما بيخصك، فهمتي؟ جود، جود، انت متورط بشي؟ ها؟ لمين هالمصاري هي؟ كم سؤال صرتي سألتيني لهلأ؟ شو عم تحاسبيني يعني؟ رح حاسبك طبعاً وبدك تجاوبني هلأ. جود لوين رايح؟ خالي، شوفكن المسخ خالي. جود، جاوبني قبل. رايح شوف أسيل، ماشي؟ وما بعرف امتى برجع، لا تستنيني. اللي ليش بدي استناك؟ اذا رجعت ولا ما رجعت ما بيهمني، فهمت؟ لك بكفي هيك، بكفي، لا تتخانقوا اكثر. وين رايح هاد؟ بابا؟ حبيبتي اشتقت لك كتير. مدام اشتقتيني كل هالقد، ليش ما عم تخليني شوفك؟ ليكي خليكي كم يوم، ها؟ شو قلتي؟ أنا مشان هيك اجيت. أروى هلأ تعبان شوي وأمي زعلانة، رح ضل عنده شوي ليتحسن عروة ويرجع على البيت، وقتها بضل قد ما بدك. معك حق، لا تتركي امك لحالها. شكرا لك. وين جود؟ يجي يوصلني. جود ترك الشغل. اهلين حياة، طالع على السوق بدي اجيب شوية تياب الي. مو لحالك بترجاك، ما بدي حدا يروح معي.
لك معقول تطلعي لحالك ويمان عم يلاحقك من قرنة لقرنة؟ إذا بتريد ضايق خلقي كتير ومو حابة حدا ياخد ويعطي معي طول الطريق. طيب مثل ما بدك، بس معك ساعتين لترجعي. ماشي؟ تمام. بابا انت بتعرف انه هي متزوجة؟ ايه بعرف. لكن ليش؟ اسمعي حياة والزمي حدودك. ليكي انا ما بسمح لحدا يسألني شو عم بعمل، وماني ناوي اسمح لحدا. تذكري هالشي. مرحبا. اجتمع الثنائي اللي ما بيفترق. أسيل، هي آخر مرة بنبهك، اتركي بيت ممدوح، فهمتي؟ رجعي لجوزك، هو الوحيد اللي بيزهدك. لك بيموت فيكي وبعد كل شي صار ما تخلى عنك. ماشي، رح أترك جود بيك ويمكن أرجع على ألمانيا، بس عندي شرط. شو هو؟ الشرط هو إنك تجي معي. جود، أنا بحبك وما نسيتك ورح ضل حبك لآخر يوم بعمري. أنت أكيد ما بتعرفي أنه أنا رح موت بلا سفر بلا حب. أنا خلص عمري منتهي. آه منك يا جود، بحياة عمرك ما رح تعقل. شوفي، شفتي؟ أنا مبارح تزوجت، ما بحب إلا وحدة، جيهان، وصارت مرتي. طالما انت رح تموت فيك تقلي لكان انت ليش تزوجت من جيهان؟ أسيل لا تناقشيني، ارجعي له ليمان، بيضلوا جوزك. هو ما عاد زوجي، رح طلقه. وبما انه حضرتك تزوجت فما فيك تدخل فيني، ولمعلوماتك انا رح اتزوج من ممدوح صاين. آسيا شو أخبار جيهان؟ أنا شو بيعرفني؟ بتكون ببيت جوزة. يعني أنت ما حكيتي معها؟ ما عرفتي إذا مرتاحة ولا لا؟ الفضول عم ياكلني، بس قلت عيب اتصل فيها. أنا برأيي إني اتصل فيها أحسن. أنت ليش قلقان هيك؟ آه؟ ليكون صاير شي؟ احكي لشوف. لا آسيا مالي قلقان، شو بده يكون صاير يعني؟ أنا عم أسأل إذا كانت منيحة ولا لا وبس. بالي عند البنت وحابب اطمن عنا وعن أخبارها. تروح لنزورها مشان ما تحس حالة وحيدة. إيه منروح لتعرف إنه نحن جنبها. منيح، ومناخذ للجهاز تبعها. خلصت. ها؟ تذكرت بدنا نشق على عروة، هو بالمشفى لهلأ ما زرته. عروة ليش بالمشفى يا ترى؟ خير شبه؟ ليش انت ما عندك خبر؟ اجته جلطة قلبية المسكين، ويا دوب لحقوا. يمكن صلوا هيك لأنه جيهان اتجوزت. مو بيقولوا انه الزواج فيه كرامة؟ كله كذب، اللي قال هيك كذاب كبير. شو صار بيناتكن؟ ما فهمت. كأنه انا فهمت، صار شي لجود، فجأة تغير، صفى بالعقل. لا تردي عليه، انتي الزواج صعب كتير، بده صبر وبده تضحية. شو بيقولوا؟ ها الست اللي بتعمر البيت، انتي اصحك تتركي وتمشي، اصحك خليكي هون.
لا تخافي، ما رح روح لأي مكان. ولا تزعلي من جود، صحيح ماني متذكرة شي، بس هو بيحبك عن جد. المشكلة بعرف إنه جود لسه بيحبني، بس ليش هيك عم بيعاملني كأنه ما بيحبني؟ يمكن يكون عم بيجربني؟ يمكن هو هيك أكيد عم يختبرني إذا رح أمشي ولا لا، بس لما يعرف قديش بحبه رح ينهي هاللعبة السخيفة تبعه، متأكدة. ها صح، برافو عليك. لا تروحي لأي مكان، خلي يشوف ويعرف قديش انتي بتحبي. رح يشوف أكيد، ما هيك؟ ها أهلا وسهلا. جبت لك المصاري كاملين، احكي مع الرجال خليه يجي لهون لنعمل الاتفاق. جود بيك، بس هلأ الوضع تغير، الرجال بطل، ما عاد بده يبيع البيت. كيف يعني ما عاد بده؟ انت اللي قلت لي جيب المصاري وتعا. ايه بس بده مصاري اكتر. طيب خد هدول والباقي سندات. صدقني ما بيمشي الحال. بيمشي، اتصل. عايشة هون بهالبيت؟ مع اني دعيت انه يكون حظها منيح مشان ما تتعتر مثل ما تعترت. هلا هي عيشة؟ شو عم تقولي انتي؟ نسيتي كيف اشتغلنا وربينا اولادنا وما كنا بعازة حدا بنوب؟ هذا الكلام ما بقى بدي اسمعه. معك حق، انا عم بحكي من اهل. المهم انه يكونوا مبسوطين. رح اجيب الصندوق. جيهان يا جود. امي. اهلين وسهلين، ما توقعتك تجي. اشتقنا لك وقلنا لنجي، جبنا لك جهازك، كان لازم يجي قبلك، بس نحن كل شي عنا بالمقلوب. اهلين وسهلين. اهلين فيكي. جهاز انا رح ساعدك. لا بنتي تقيل، يسلموا. بنتي اذا محتاجين او ناقصكم شي قولوا لي، ماشي؟ لا امي مو ناقصنا شي، كله موجود. ايه انتو تجوزتوا بسرعه، ما قدرتوا تدبروا بيت، ولبين ما تلاقوا بيت يا ترى رح تضلوا قاعدين هون؟ امي نحن مرتاحين هون، أصلاً أنا طول مالي عند جود رح كون منيحة، إذا بنام بالشارع مع جود بكون مرتاحة. أنت لا تقلقي. قديشك درويشة، يا ريت جود يكون عارفان قيمتك، وإذا ما عرف قوليلي بقيمة قيامته. بابا يسلموا إيديك، عزبناك، حملناك الجهاز من البيت لهون. تفضلوا. يسلموا بنتي. يسلموا ايديكي. صحتين وهنا. شكرا، يسلموا ايديكي. ايه انا رح اعملكن حلو، ماشي؟ ما بطول. وانا رح اجي ساعدك. لا لا عادي، انا بساوي كل شي، شوفي اهلك. يلا جيهان. ليكي بنتي اذا بيصير معك مشاكل فورا قولي لي. ايه أمي شبكي، ما عندي مشاكل. جيهان اسمعيني،
إذا صار أي شيء لا تنسي إنه عندك بيت وأهل فيك ترجعي لهم بأي وقت. شو صار لكم؟ صدقوني ما في مشاكل ولا غيره، يعني لساتني عروس، ليش بدي أرجع لعندكم؟ فهموني حبيبتي، يعني نحن أهلك ومنضل جنبك، وأبوكي قصده ما تفكري حالك وحيدة. أمي شاغلين بالكم على الفاضي، أنا وجود منحب بعضنا كتير، وحبنا ما ممكن إنه ينتهي ببساطة، بالعكس تماما، نحن منهتم ببعض. آه يا بنتي آه، كبرتي وصلتي ست بيت ودايرة بالي على جوزها، بكفيني تكونوا سعيدين، انتبهوا على بعض. حبيبتي أنا وأبوكي شو بيهمنا غير سعادتكم وراحة بالكم؟ كل يوم وكل دقيقة وبكل ثانية بكون فيها عم بتعذب، رح أبعد عن حالي. عم بحكي مزبوط؟ إيه مزبوط، أنا طالع لبرا. تركزته شكله زعل. الو نعم، انت بشو وعدتني جود؟ قلي ليش ما عم توفي بوعدك معي؟ واتفقنا تبعد جيهان عنك وتخليها تكرهك كمان؟ ليك هي قاعده ومبسوطه عندك. عم حاول، عم بعمل كل اللي بقدر عليه واكثر، بس هي معندي ما بدها تترك. معني مليح جود، انت لشو عم تخطط؟ انت راح تموت، ليش بدك تخليها تموت وراك وتتعذب معك؟ لك انت ابدا ما عندك ضمير، يعني سببك تفرقت عيال، عم تزعل العالم منك، وكمان عروة بالمشفى هلأ لأنه تعبان، كل هالشي بسببك. خير شوفي شو صاير له العروة كمان. انت ما رح ترتاح لحتى تقتل حدا قبل ما تفوت. اللي بأي مستشفى هو؟ 50% من مرضى القصور القلبي بالتشخيص الأول بعد فترة كتير قصيرة بتوفوا. نحن ما لازم نفقد الأمل، أنا عم قول كل الاحتمالات الممكنة، باقي المرضى كلهم تعافوا، خلينا نصبر. بالإضافة لهالشي هاد نحن عنا خيار تاني، بدنا نجرب شو نعمل؟ أنا بقول إنه الطريقة الأفضل هي إنه نزرع قلب جديد فورا. زرع قلب؟ غرفة عروة كران لي وين؟ لحظة إذا تريد. فتون خانو؟ أنت شو عم تعمل هون؟ بكل وقاحة جاي كمان؟ كيفه هلأ؟ ابني بسببك كان رح يموت، أنت سبب الحادث، خليته بين الحياة والموت. أنا شو بدك مني؟ لك أنا لهلأ ما عملت معك غير كل شي منيح، أمك ما بتعاملك هيك، بس أنت طعنتني بظهري. منيح ما لقيت لك أمك، لو شافتك كانت خجلت فيك، وما في أم بتتمنى أنه يكون عندها ولد مثلك. لك بتعرف شو؟ أنت بتستاهل كل شي صار معك، لو ساءت حالة ابني أكتر من هيك بطلع بروحك، عم تفهم؟ بقتلك وبخلص منك ومن مصايبك. يلا جيهان افتحي بقى. اصبري ليكني عم افتحه. آه منك يا أمي، حلوين كتير هدول جيهان. أمي كانت عطولة تقلي إنه بدها تعمل جهاز وما بعرف شو، بس إمتى لحقت تعمل وتجهز كل هدول الشغلات؟
بتعرفي أنا عملت جهازي بإيدي، بس عملت كم أطعم وأكتر. لو كان عندي أم أكيد كانت بتشتغل لي كل جهازي. طيب لكن هدول الغراض رح نستخدمهم سوا، بما أنه نحن ببيتك وعم نستعمل نفس الغراض معناها رح يكونوا إلنا وإليك. أي أكتر قطعة حبيتيها؟ ها؟ ليكي هي كتير حلوة. لا لا وقفي، مو من شان هيك حكيت، بلا ما نحطهم بهذا البيت، هدول إلك استعمليهم ببيتك ماشي؟ خبيهم لأنه قيمتهم كبيرة وبيضلوا ذكرى من أمك. أمينة أنا هون بيتي ورح نستعملهم سوا. قومي روحي. وقف، شو اللي عم تعمله معه؟ أمينة لا تتدخلي. أمينة اتركيه، خلاص تمام اتركيه يحكي، خليه طالع كل شي جواته. لوين بدي روح؟ عندي مكان تاني رحله؟ أنا هون صار بيتي. عالمشفى حتروحي يا خانم، عالمشفى. عروة هنيك عم بيموت، اجته جلطة قلبية بسببي، فهمتي؟ جود اسمعني منيح شو بدي قلك. انت مالك ذنب، اذا في حدا عليه ذنب هو انا، فهمني. انا سببت هاي القصة لاني اخترتك، لو ما اخترتك الك عروة ما كان وصل لهالحالة. انت مالك علاقة بهالموضوع. لك انت ما بتستوعبي؟ ها؟ ما بتفهمي؟ فكرة انه الدنيا عبارة عنك انت وبس؟ ها؟ اصحي لحالك بقى، انت ما دخلك بنوب بسببي، صار الحادث مع عروة وهلأ هو بالمشفى. قلتلك وانت ما صدقتي، انا ما بقدر اسعدك، انا ما فيني اسعد حدا بهالدنيا وما بيجي مني غير البلاوي، عم تفهمي؟ لهذا السبب روحي لعند عروة، روحي خلصي إله وخلصي حالك مني كمان. امشي. لك ليش واقفة؟ روحي. جود ما رح روح، زبوت ما رح روح. لا بدك تروحي وغصب عنك. اتركني، فلت ايدي، رح ضلني جنبك، ما رح روح لمكان. إذا بتحبيني روحي جيهان، روحي خلصي حالك وخلصيني. لك خلصيني حتى ما أصير إنسان أسوأ لو سمحتي. كرمالي روحي. بحبك كتير. روحي 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 روحي. ما رح اروح. روحي أهلين، هات لشوف شو صار معك، خبرني شو عرفت عن جود. ما فهمت. مثل شو؟ شو؟ ولا إلك شهور عم تلحقه وما جبت عنه معلومات؟ بدي أعرف شو عم يخطط. ما عم يخطط. لا تقوم، خليك بأرضك أحسن ما فيش كل خلقي فيك هلأ. وحياة بنت ممدوح ما عرفت شي عنها كمان؟
ولا بتعرف انك مانك عم تفيدني بشي؟ اسمعوا لا، جود وحياة في قصة مخبيينها، وممدوح قبض مصاري الدنيا من شان بنته، كذب ولف ودار وكل هالشي ما حرك الفضول عندك. مصاري شو؟ وقف، تذكرت شي هلا. جود راح على المشفى من فترة، هالحكي تقريبا من وقت كنت ملاحقه. شو صار بعدين؟ جود حكى مع واحد مبين انه حدا من الموظفين. يلا خلصني كمل. اذا حدا دري بتقلع لا تخاف، ما حدا رح يدرى، طمن. طيب ماشي، جيب عينة الدم لبدلها، بس ما بدي حدا يعرف بشي، بيطردوني من المستشفى وبخسر كل شغلي. شكرا لك، عذبتك. يا الله. ولا وبتقول ليش ضربتني معلمي؟ لك ليش لهلأ ما جبت لي سيرة هالموضوع يا غبي؟ قوم لنروح على المشفى، وبطريقنا بتلاوي أنفك. هاد هو؟ ايه هاد. اسمعوا لا، انت متأكد؟ لأنه مو ناقصنا مشاكل. متأكد. طيب استناني هون. مرحبا. طيب ممكن لحظة؟ الله معك، مع السلامة. بعتني السيد جود لعندك. حضرتك عملت معه معروف من فترة. لا تخاف، أنا وجود رفقات. مين قلت؟ جود، رفيقي جود. أنا ما بعرف حدا بهالاسم. لمين عم تدق؟ لمين؟ لجود؟ لسه هلا قلت ما بتعرفه. احكي احسن لك، احكي شو عملت انت وجود احسن ما قتلك. وقف، خلص رح احكي لك. يلا احكي. انا وجود اتفقنا يجيب عينة الدم كرمال بدلها مشان الاختبار. برافو عليك، حكيت اخيرا يا بير الاسرار. شوف، مبين عليك انسان محترم، بس خليتني اتعامل معك بطريقة بشعة. حلوة بحقك؟ الحقني على الكافيتيريا منشان تحكي لي باقي التفاصيل. نحن عم نحكي بالحمام، وهذا الشيء ما بيناسبني ابدا. يلا خذ تليفونك. قلعت جيهان؟ في واحد بيبعت البنت اللي بيحبها لعنده واحد تاني؟ كانت بدها تبقى، وانت عملتها بأسوة كتير. ما كانت رح تمشي لأنه بتحبك، حبت تضل جنبك. هي المشكلة أصلاً، ما بدي تحبني، ما بدي. لا تقول هالحكي ابدا، لا تقوله، مو معقول الحكي اللي عم تحكي. فهميني، انا ما بدي حدا يحبني ولا حدا يتعلق فيني، لانه انا هيك ما بيطلع مني شي حلو. لا، انت عم تضحك على حالك، صح؟ عم تضحك على حالك، بس ما
فيك تضحك علي، لأنه أنا شفتك وأنت عم تتعذب. ما كان لازم تقلع على جيهان. بس أنا متعود، متعود على العذاب. انظلمت، انتركت، كل أوجاع الدنيا جربتها، مكتوب علي إني أتعذب. بس هي مو مثلي، ما لها متعودة. أنا كنت رح ضرها، فتروح بعيد عني وتكون سعيدة، وأنا رضيان بالعذاب وبقدري. عن قريب كل هالعذاب رح ينتهي. يعني رح ترجع جيهان؟ انت رح ترجعها لعنا عالبيت؟ مشان هيك انت ندمان وعم تتعذب، وهلأ رح ترجع جيهان؟ انا بعرف، طمنتني. رح يرجع جيهان لهون، رح يتصالحوا. شبك يا مان، انت جنيت؟ ايه جانن بفضلكم طبعا. وانت فهمني ليش معصب كل هالقد؟ الدنيا فانية وما بتسوى شي. شو بدك يا مان؟ ما كنت تعرف تحل عني واخلص منك بقى؟ انا كشفتك الموظف ودبرته، عينات الدم وتبدلت، حياة طلعت معنا بنت ممدوح بيك، وخليت فتون وممدوح مفكرين انها بنتهم. خلص لا تقلب خلقتك هالمرة، انا ما عندي مشكلة معك يا مان. الموضوع ما بيخصك، لا تتدخل. كيف ما بيخصني؟ وهداك الوسخ أخذ لي مرتي، تعرف شو رح أعمل؟ بدي دمره للحقير ممدوح، وبدي شرشحه، وبدي أمحيه عن الوجود كمان. فكر أني رح أسمح لك؟ ليش لحتى ما تسمح لي؟ بدي أفهم شو بيربطك فيه. بالنهاية هذا الرجال مو نظيف. إيه لو كان أبوك ما بتحميه كل هالقد، شو قصتك معه؟ ما في شي. إيه معناتها بدك تسمح لي. رح تسمح لي ورح توقف معي كمان، وراح تساعدني حتى ناخد كل مصاري ممدوح، مشي؟ رح ناخد منه كل شي بيملكه مقابل أسيل. يا مان لا تشغلني بهالقصص الفاضية تبعك. أنا رح أعمل كل هالشي كرمال حياة، وإلا كل شي بينكشف. وكمان بقول لفتون إنك مزبط كل شي، وإنه حياة ما طلعت بنتها، رح أتركك تفكر بالباقي. انت شو جاي تعملي هون؟ فتون خانو، انا هلأ عرفت. انت سبب من الاسباب لوجود ابني هون. ناوي تقتلي يعني؟ قوليلي، لو حضرتك ما اخترتي جود، ولو ابني ما شافكم بهديك الحالة يمكن ما كان رح ينجلد. اخترت جود؟ متوقع انه كان عندي حق الاختيار. بالعكس انا ما عندي خيار. عم قلكن انه انا بحب جود، شو اللي ما عم تفهموه بكلامي؟ قال بتحبه، الحب عميلك على عيونك، ما عم تشوفي حقيقة انه جود كل شي بيقرب منه بدمره مثل ما عمل معي انا؟ يعني انتي كبش الفدا؟ انتي قديش مفكرة حالك بتعرفي لجود؟ ممكن تقولي لي؟ كنت بتعرفي انه جود استغل بنتي وطلب منها مصاري؟ رح تفهمي كل شي لما بتوقعي، لما يخيب ظنك بالانسان اللي حبيتي وثقتي فيه. لو سمحتي تخطيتي حدودك، جود بالنهاية بيكون زوجي، وأنا ما بسمح لحدا يحكي عنه بهالطريقة هاي. أنا عملت اللي علي، حذرتك وأنتي ما اقتنعتي،
بس بكرة وقت يدمر لك حياتك ما رح ازعل ابدا ابدا. ليكي انا اجيت كرمال شوف عروة مو لحتى اسمعك، مشان هيك اذا سمحتي تركيني فوت لعنده. أمك قالت إنه كان إلي يد باللي صار لك. أنا بعرف إني زعلتك مني، بس ما كان بدي يصير فيك هيك. عروة كيفك؟ بما إنك أنت هون أنا ماني منيح، بقي كم يوم بعمري وجيتي تودعيني. عروة لا تحكي هيك، أمي ما عم تقول شي، ووضعي لو ما كان خطير ما كنت جيتي. أنا شو وضعي؟ رح موت. بلا كلام سخيف، أنت بتعرف إنه أمك لو شو ما كلف الموضوع تبعتك لآخر الدنيا وبتعالجك كمان. بس أنا مو متأكد إنه رح أتعافى. لا تحكي هالحكي، عندك أحلامك. مو من أنت وصغير كنت تقول إنه بدك كل العالم يعرفوك ويسمعوا أغانيك؟ هالأحلام ناطرتك لتحققها. هي أحلام طفولة. كيفك أنت وجود؟ مبسوطة معه؟ أكيد. المهم إنك تطيب وقتها بكون منيحة. أعمل أي شي كرمالك، بس ما فيني وعدك. يلا روحي هلا بقى، عيشي حياتك، عيشيها عني. روحي. ليش اجيتي؟ خير؟ بدنا نحكي. ما عندي شي جديد. إذا بدك برجع بعد لك شو قلت. جود، احكي لي الشي اللي مخبي عني. أنت ما بتاخد مصاري من حدا بهي السهولة. ليش أخذت المصاري؟ رح تشتري فيهم بيت أو لتساعد أمينة ونور؟ جاوب. شو بدك مني هلأ؟ ليش عم تسألي؟ حكي لي بترجاك، اسمح لي كون جنبك وأدعمك لمرة واحدة بس. طيب رح أحكي إذا مصرة تعرفي، بس لمعلومك كلامي ما رح يعجبك. احكي اللي بدك تحكيه مو فارقة، أنا بحبك كتير وبكل الأحوال أنا جنبك. طيب رح بلش لك القصة من الأول، من ألمانيا. تتذكري اللي سرقوكي؟ أي كلهم رفقاتي كانوا يسرقوا مصاري من العالم، وكنا ناكل مع الحرام.
شايفة يا مان؟ اللي قوص أبوكي أنا وياك كنا نشتغل سوا، كنا نضحك على العالم، كنا نحرق لهم قلوبهم. خلص بكفي، لا تكمل حكي. لا ما بكفي، ما بكفي. أنت اللي قلتي لي احكي لي كل شيء، وهلأ أنا عم بحكي. خلص بكفي اللي قلته. جيهان لسه ما وصلت لأسيل، هي كانت أول حب، حبي الكبير، ما قدرنا ننسى بعض. بعدين هي تزوجت يمان، وأنا خلصت كل مصاري لأهرب معها. أنا شايفته تحسن اليوم، أكل منيح ووقف على حيله كمان. كل هدول تطورات منيحة ما هيك؟ بكير لحتى أقول لحضرتك أي شيء.